كونف ديال باك ديال الواد لانه كتسمع بهم الناس كيقولوا كاين حنا كدفاع راه ما عندناش راه ما خديناهمش باش الا خرجوا راه الجهه اللي المفروض تحتفظ عليهم هي اللي خرجت حنا راه ما عندناش وما صورناهمش وما خديناش كوبي منهم خدينا صور من الاوراق وتوفيق ما شافهمش رفض يشوفهم لانه قال لهم قولوا لي المصدر ديالهم ومنين حجزتوهم وكيفاش توضبوا نشوفهم ونجاوب عليهم ولكن ما دمتوا كتقولوا دياولي وانا اللي صورتهم ما غنشوفهمش وما غنوقعش على الطريقه اللي حجزتوهم بها اللي خدمتوهم بها